الملحمة كتبت بأحرف من نور. نضال شعب أبى أن يعيش تحت راية الظلام وسطوة الميليشيات والإرهاب. وجيش ناضل وقاوم وقدم التضحيات لشعبه لكي يعود إلى استقراره في وطنه وأن يعيش سيادته وسيادة الشعب. وجيش أعاد الحياة لوطن ذاق الكثير من المعاناة، فحان موعد الفرح والانتصار. اليوم نستذكر معا ملحمة الجيش والشعب اللذان قدما تضحيات كبرى من أجل الوطن ومن أجل تحقيق مستقبل زاهر للأجيال القادمة. ملحمة الجيش والشعب هي ملحمة تاريخية كتبت بأحرف من نور من أجل غد أفضل، من أجل أن يعود وتعود ليبيا إلى سابق عهدها، وطن الاستقرار والسيادة، وطن المؤسسات ودولة القانون والسيادة، وطن مزدهر لشعبه وللأجيال القادمة. الجيش قدم تضحيات جمة وأزاح وأماط لثام الميليشيات من وجه وعلى وجه ليبيا الحبيبة، وتحديدا مدينة بنغازي الجميلة الزاهرة. بنغازي قدمت ملحمة تاريخية ستكتب بأحرف من نور في تاريخ وعقول كل الليبيين، تكتب في ذاكرة الوطن الحبيب، تمجد في كل وقت وحيد. هذه الذاكرة التي حفرت بدماء الشهداء والتضحيات، هذه المواقف التاريخية نجلها ونمجدها في كل وقت وحيد، يتذكرها الجميع، صغارنا وكبارنا، شيبنا وشبابنا، حرائر الوطن، أمهات الشهداء اللذان أو اللاتي قدمنا التضحيات الجمة، قدمنا فلذات أكبادهن من أجل أن تستقر ليبيا وأن ينتصر الجيش على قوى الظلام والشر. هذه اللحظات أو هذه اللحظات مشاهدينا نحيي ونمجد هذا الجيش العظيم الذي قدم التضحيات، وهذا الشعب الكبير العظيم، شعب ليبيا فعلا عظيم، قدم العديد من المواقف ومازال الآن صامد في هذه المسيرة من العطاء والمجد من أجل الغد الأفضل. بنغازي اليوم تحيي الأفراح وتزدان بصور الشهداء وقادة الجيش في كل شوارعها، ترفع الأعلام ومن كل بيت تخرج الزغاريد فرحين بهذا الانتصار الكبير، مستذكرين أيام الظلام وكيف كانت بنغازي وكيف أصبحت. ملحمة الجيش والشعب هو عنوان عريض لهذه الحلقة التي بالتأكيد هي حلقة من حلقات ستكون هذه الأيام يعني مواكبة لزخم الاحتفالات الكبرى لمعركة الكرامة والذكرى الثالثة، وتفصلنا ساعات عن العرض المهيب لجيشنا المظفر والذي ستشهد له الجموع، ستشهد له الأبصار، كل يترقب الآن العرض المهيب للقوات المسلحة والذي سيكون بإذن الله يوم غد، وسنحيي فيه الذكرى الثالثة للكرامة، معركة وطن، معركة جيش على الإرهاب والتطرف. هذه المعركة إذن نقف عليها ونمجدها في كل وقت وحين، وأفتح اتصالاتكم وراءكم على الأرقام التي ستظهر بجانبي الآن. أيضا بإمكانكم التواصل معي على هاشتاغ برنامج آراء على تويتر، أيضا بإمكانكم متابعتي على البث الحي والمباشر الآن على صفحة ليبيا الحدث، وبإمكانكم أيضا مراسلتي على الفايبر كرسائل نصية. عبد المنعم من بنغازي وعز الدين من مصراتة، البداية معكما، واليوم نحيي يعني انتصارات للجيش الوطني الليبي وأمجاد الشعب الوطني ووطنية هذا الشعب وتحت شعار ملحمة الجيش والشعب، كيف تعلق عبد المنعم على هذه الملحمة؟ أولا السلام عليكم. عليكم السلام. شنو أخبارك سيد أحمد؟ أهلا بك. ألو. أهلا بك. أهلا بك يا عبد المنعم. الله يسلمك. أول شيء إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ومن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدي، صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبإذن الله، بإذن الله جيش منتصر بإذن الله، لأننا نحن على حق وهم على باطل يا أستاذ أحمد.
ونبي نختصر في كلامي لان الرصيد قريب يتم عرفت. طيب. ثاني حاجه استاذ احمد بالله يفتح لنا حلقه على موضوع النجاح، كان نجاح نسبه 90% و95%، يعني نسبه النجاح هذه يعني واضحه ان تدمير 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 للتعليم. طيب الله يفتح عليك استاذ احمد، ادير لنا حلقه بالله نسبه النجاح 90% و95% بالله. طيب. عليك استاذ احمد. حاضر باذن الله. باذن الله شكرا. ويا يعني موضوع مهم يعني حيكون حنكون مواكبين له في حلقات قادمه. اشكرك. انتقل سريعا الى عز الدين. اهلا بك عز الدين، ما هو تعليقك عن نجاح هذه المعركه التاريخيه وملحمه الجيش والشعب لانتصارها؟ السلام عليكم يا اخوي احمد. وعليكم السلام. ثاني حاجه ان شاء الله جيشنا منصور لكل من يعنيه من الجهه الراس الدير. ثالث حاجه يا اخوي احمد، ذكرونا قنوات اخوانيه هذين اللي طالعين 24 ساعه، هم على اساس عسكريه وعلى اساس حفتر عمر طويل اسمع له كبير في السن وبيقتلوه قبل عمره ومش عارف كيف قصتهم. انا يا ملاهي قنوات طويله شكرا شكرا عز الدين. في صعوبة في تلقي وفهم مداخلتك، على كل حال أشكرك. يعني الآن الجيش الليبي يعني هذه التضحيات الكبيرة التي قدمت من أجل الوطن والمواطن ومن أجل أن يحيا الوطن في أمان واستقرار وأن يرى ويبصر دولة الاستقرار والقانون، هذه المظاهرات خرجت سواء كان في طرابلس، بنغازي، في كل معظم المدن الليبية وتحديدا بنغازي، يعني خرجت فيها مظاهرات مطالبة بالجيش والشرطة. كانت بنغازي شهدت ملحمة بين الشعب ومناصرة لهذه القوات ومطالبة بعودة الجيش والشرطة. استجابت قيادات الجيش إذن لمطالب الشعب وأصبحت إذن ملحمة تاريخية. حبيب من أم رزم، أرحب بك الآن في أراء، وهذه المواقف التاريخية للجيش كيف تسجلها وكيف تعلق عليها؟ هذا يسجل تاريخ. أولا يسجل صراحة مع الشهداء الأبرار الذين ضحوا بدماء عن سبيل الوطن. نعم. ثانيا أن قوات المسلحة العربية الليبية وهي قوات شرعية في ليبيا. نعم. وكان ما فيش يعني يا أخي كان ما فيش جيش ليبيا ضائعة، ونحن كأهالي منطقة مرزم داعمين القيادة العامة القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير أركان حرب خليفة بالجيش المحسب. نحن غير الجيش يعني ما فيش أي شرعية. نعم نعم. ونحن كأهالي منطقة مرزم ننتظر يعني العسكرية البوابات ينتظرون الأوامر من السيد المشير قائد العام لدخول مدينة جارنا لتحريرها من جماعات إرهابية. وثانيا أطالب بالقوات المسلحة العربية الليبية أن تأمن بوابات اللي مجاورة منطقة المرزم. فهمت؟ نعم. ويا سيدي نعم. ونحن ك يعني منطقة المرزم داعم دزينا فترة الأولى القاتلة القوات المسلحة طيب طيب شكرا حبيب من المرزم. سريعا انتقل الى عبد الله من البريقة، وايضا ينضم معي مسعود من بنغازي. سأناقش معكما نقاط عدة. البداية معك عبد الله من البريقة، كيف نستثمر هذه الانتصارات، كيف نستثمر هذه المعركة، وكيف يمكن اللحاق بركبها من قبل العديد من الذين يقولون بأنها ثورة مضادة وغيره من هذه الشعارات، كيف يمكن إقناع الأطراف الأخرى بأنهم بالفعل كانوا مناوئين ويعني أطراف معارضة لمعركة حق، معركة شعب ووطن، معركة استقرار؟
مساء الخير يا اخوي احمد، شو اخبارك؟ عليكم السلام. الله يسلمك. اولا يا استاذ احمد من ارض الشهداء من مدينه البريقه، نهني الجيش الليبي ونهني القياده العامه ونهني المشير خليفه بالقاسم حفتر. نعم يا استاذ احمد، نحن اول ما نزلنا في 17 فبراير قلنا نبو دوله مؤسسات ودوله قانون، لكن للاسف لقينا ارواحنا في وسط ميليشيات ووسط مجرمين ووسط وحدين بعين ليبيا، لكن الحمد لله صورة الكرامة ردت صورة 17 فبراير، يعني صورة الكرامة نحن معها قلبا وقالبا. نعم للجيش ونعم للشرطة ونعم لبناء ليبيا الجديدة يا أستاذ أحمد. نعم. طيب انتقل، اشكرك عبد الله، انتقل الى مسعود من بغازي. مسعود ارحب بك في يرى، لان من وجهة نظرك الدور القبلي والدور الاجتماعي في هذه المعركة التاريخية في ليبيا والفاصلة ايضا، كيف يعني تعلق على التحام المجتمعي حول الجيش بقبائل وأعيان من عدة مناطق؟ السلام عليكم سيد أحمد. نعم، لانتصار المعركة. نعم، معركة الجيش. تفضل. السلام عليكم سيد أحمد. أهلا وسهلا بك مسعود، تفضل. أولا أخي أحمد أحييك أنا على شجاعتك من هذه كلمة الحق، يعني أشكرك، أنت دفعت الثمن غالي، يعني أشكرك. حاول الإرهابيين اغتيالك عدة مرات، وعندما فشلوا اغتالوا أخوك حسام الشهيد بإذن الله تعالى رحمه الله. أحيي الحاج فتحي المدني أب الشهيد، وأحيي الأبلة فاطمة المير أم الشهيد. طيب شكرا. شنو سؤالك تو استاذ احمد؟ الدور القبائل في ليبيا من اجل انتصار الجيش ومعركه الجيش، كيف تعلق على دور القبائل الليبيه في هذا المسار؟ دور القبائل يجب ان تلتف حول القياده العامه للقوات المسلحه، لان القياده العامه بدون التفاف القبائل والشعب الليبي لا تستطيع ان تحقق ما تريد. نعم. أنا بالمناسبة يا سماحة نوري نبي نحيي الجيش، يعني نعم تفضل، على الانتصارات. نعم. بالإصالة عن نفسي ونيابة عن قبيلة أولاد بوسيف في بنغازي، وعن الجيش الليبي على الانتصارات التي حققها في بنغازي. نعم. من بنينا إلى الصابري إلى سوق الحوت والحقول النفسية وتحريرها بالكامل. أحيي القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح، وأحيي القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة بقاسم حفتر. كما أحيي رئيس الأركان اللي هو عبد الرازق النظوري، هذا الرجل الوطني الذي ضحى بأبنائه من أجل مرحلة الكرامة. لديه شهيدين. كما أحيي رئيس أركان القوات الجوية صقر الجروشي. نعم. وأحيي آمر قاعدة بنينة العميد محمد المنفور ورفاقي. نعم. الشجعان. أترحم على جميع شهدانا وأدعو للجرحى بالشفاء العاجل. أشكرك، أنتقل منك إلى أشرف من البريقة وأيضا سعد بغازي، ورحب بكم أشرف، أهلا بك. البريقة. السلام عليك. وعليكم السلام، تفضل يا أشرف، أهلا بك. من بنينة يا أخوي أحمد. من بنينة، أهلا بك. أهلا بك، مرحبا بك يا أخوي أحمد. أهلا وسهلا بك، كل أهلنا في بنينة. تفضل. أول حاجة نترحم أرواح الشهداء يا أستاذ أحمد. نعم. وثاني حاجة، نحن الجيش والشرطة هذينا من بداية تسمع فيه. نعم تسمع فيك. نعم نعم نسمع فيك يا أشرف. نعم، استرسل نسمع فيك. بالنسبة للجيش والشرطة الحمد لله من فضل الله اللي استشهدوا عليها الشهداء هي اللي جت، اللي هو مؤسس الجيش والشرطة. لكن لا نبي حاجة واحدة من الليبيين يسمعوا في برنامجه سوى انهم يحافظوا على الثورة صوت الكرامة، ويحافظوا على المبادئ اللي طلعوا عليها شهداء كرامة، على رأسهم الشهيد عزمي برغفي وعبد العزيز لمين الدرسي والشهيد بكر الصادق لبسي ومحمد المدهاك وسالم مرفوعة، هذول من أساسات الكرامة. نعم. ويحافظوا عليه، لأن هذوما قالوا شرطة وجيش.
تسمع فيه يا استاذ احمد؟ بالطبع كل الشهداء قدموا التضحيات. هذوما اساسات الكرامه والمشير بروحه يعرفهم وصدر جروسي يعرفهم والنظور يعرفهم وكل واحد غني عن تعريف وشهداء كلهم صفه عامه لكن يحافظوا على المبادئ ويحترموا المواطن وما يظلموش الظلم ظلمات. ورانا منتصرين والحمد لله وين كنا وتوا وين قعدنا. بالنسبه لدور القبائل، القبائل ايدت عمليه الكرامه من يوم 15 من قبل يوم 15 ايدت عمليه الكرامه في منطقه بنينه والراجمه والمرج وعدي لعند المنطقه الشرقيه بالكامل. والحمد لله من فضل الله ربك رزقنا بالمشير وان شاء الله ربي يطول في عمره. وقاعد كلنا هو انا وقاعد الحمد لله ما شاء الله وان شاء الله ربي يحفظه. شكرا شكرا يا اشرف، واكيد تجهزوا لاحتفال كبير لافتتاح مطار بنينه الدولي، والكل يترقب الاحتفالات وافتتاح هذه المواقع وتخريج دفعات عسكريه، وايضا يعني ستزدان مدينه بنغازي وعدد من وكل الخيرين في كل الوطن يحتفلوا بهذه الذكرى. واخيرا اصبح لنا جيش، واخيرا استرجعنا الحقوق واصبح لنا اصبحت لنا سياده وطنيه، ويعني استطعنا ارجاع بنغازي. كنا في عند اسوار بنينه وكانوا يقاتل الرجال هناك في هذه الملحمه التاريخيه، وملحمه قنفوده، ملحمه القوارشه، ملحمه الان الصابري وسوق الحوت، ملحمه الليثي، وملاحم عدة، سيدي فرج وغيره من مواقع. كل شبر في هذه المدينة قدمت فيها التضحيات، والدماء يجب أن تحترم وتجل، ويجب أن تكون دستور لكل ليبي حر. هذه الدماء هي الحقيقة الوحيدة والطريق الوحيد اللي يجب أن نسير فيه، وأن لا نخذل هذه التضحيات، وأن نبني ليبيا بإذن الله بسواعد وقيادات، سواء كان الجيش أو القيادات المدنية، وأيضا أن تكون لدينا حكومة وتستقر البلاد بإذن الله تعالى. الآن أستقبل سعد من بنغازي. سعد، يعني ما هو تعليقك حول يعني ما أصبحت عليه الأمور الآن بعد انتصار الجيش في بنغازي وغيرها من المواقع؟ طيب انتقل الى مجدي من التميمي. اشكرك سعد، انقطع الاتصال بك، تفضل. مرحبتين استاذ احمد. اهلا وسهلا بك. انت سالت على دور القبائل في انتصارات الجيش. دور القبائل واضح من البدايه، طلعوا بيانات وبايعوا الجيش وقدموا ابنائهم للدفاع مع الجيش. وفي حتى مدنيين من قبائل غير تابعين للجيش التحقوا بالجيش وحاربوا مع الجيش. واكبر دليل على ذلك السلفيه وابناء المناطق. يعني دور القبائل من البدايه كان داعم للجيش وما زال مستمر مع الجيش. واتمنى ان احتفاليه اللي بكره سائره السنه الجايه نشوفوها في ساحه شهداء في بنغازي وطرابلس، ونبارك الجيش بانتصارات. طيب اللهم امين. ولكن هناك دور مجدي من القبائل في مواقع اخرى غير المنطقه الشرقيه او برقه. شفنا موقف قوي ورصين ومن هذه القبائل، ولكن ماذا عن النسيج الاجتماعي في مناطق أخرى؟ يعني سواء كان المنطقة الغربية، المنطقة الوسطى شفنا موقف كان معروف، ولكن ماذا عن الجنوب؟ ماذا عن الغرب الليبي؟ لماذا لا نرى مواقف واضحة من النسيج الاجتماعي هناك لدعم هذا المسار الوطني الكبير؟ ذات السؤال الى عبد الرحيم من البيضاء. اهلا بك، تفضل. مرحبا عبد الرحيم. اهلا بك، تفضل. مرحبا اهلا وسهلا بك. معلش انا شنو السؤال اللي شفنا يا عبد الرحيم؟ موقف من القبائل الليبيه في برقع او المنطقه الشرقيه، شفنا هذه القبائل وهذا النسيج الاجتماعي كان واضح، لماذا لا نرى يعني موقف مماثل من مناطق أخرى خصوصا في غرب البلاد؟ هل أصبحت الميليشيا هي من تتحكم حتى في مسار القبائل الليبية هناك، باستثناء طبعا الزنتان ومواقع ومواقف في عدد من المواقع، ولكن لماذا لا نرى تكثيف اجتماعي لهذا المسار الوطني لأنه أصبح هو الطريق الوحيد للخلاص من دولة الميليشيات والإرهاب وغيره؟
هي جغرافيا المنطقة الغربية هي الأكثر ثقب سكاني في المنطقة الغربية. العملية اللي جتهم الفتنة، بدأوا فيهم بالفتنة، فتنة مش عادية، بدأت القبائل تحرك في بعضها وبدأت خشوهم في موضوع مصالحة. المنطقة الشرقية القبائل اللي فيها كانت يد واحدة ولمت أمورها من البداية ومشطورة القيادة العامة وعرفوا الثواب وين، لكن في غرب ما زالوا لحد الآن هي مشاكل بين القبائل. نعم. ومصالحات. مشاكل اللي في فتنة. ليش؟ لأنها ممنهجة العملية. الميليشيات وقادة الميليشيات وبعض الدول الخارجية يخدموا على الموضوع حتى. لأنها المنطقة الغربية أكثر ثقل في السكان في المنطقة الغربية، عرفت يا أحمد؟ قبائل يعني ورفلة ولكن في مواقف من بني وليد وشفنا، وحتى نحكوا عليه ترهونة، نحكوا عليه الجبل الغربي، يعني عدد المواقف. فالآن ما المطلوب منهم؟ يعني ما المطلوب من المجتمع الليبي ككل، من الشعب الليبي ككل الآن وفق معادلة دولة ميليشيات ودولة تبنى بسواعد الرجال، حاربت إرهاب وبنت جيش؟ لماذا لا نرى أن تكون هذه الخيارات واضحة في ساحات المدن المسيطرة عليها الميليشيات، وأن تكون هناك إرادة مجتمعية واضحة من الجميع؟ هذه كثر الحاجب الخوف والمواجهه للميليشيات. الميليشيات اسلحه مباشره، يعني يضربوا في الناس مباشره. وفي غرغور انت عارف شنو صار فيه في غرغور، غادي زي السبت الاسود اللي في بنغازي، زي عرفت. فلهذا الناس خلاص، يعني مساله انه واحد انسان مسالم يبي الحياه المدنيه ويبي دوله ويبي كذا، وواحد اخر جاي هو بيتحكم فيه بايديولوجيا معينه او بيتحكم كمجرم او ك هذه المساله، يعني مثلا فيها الشكل. طيب عرفت؟ نعم. أشكرك. أنتقل إلى مريم، ونتذكر جميعا موقف الشباب من طرابلس ومظاهراتهم اللي كانت قبل شهر ونصف أو شهرين من الآن، وخرجوا بصوت عالي مرتفع في ساحات وميادين طرابلس، وكان توجههم موضوح واضح، ويعني وجهوا بقوة السلاح لتفريقهم من قبل الميليشيات الموجودة هناك. ولكن إرادة الشعب لابد أن تظهر، ولا بد أن تكون هي السائدة. في لن تستطيع آلة الميليشيات وآلة الإرهاب أن يعني تقتل الضمير الوطن وإرادة الشعب. لا بد أن يكون للشعب الليبي موقف، كما شاهدناه في مواقف عدة سواء كان في بنغازي وغير المواقع، ولا بد أن تنهض الإرادة الوطنية من أجل هذا المسار الممهور بدماء الشهداء. والشعاراته واضحة، هو أن تكون ليبيا دولة لها جيش وشرطة. مريم من بشر، ورحب بك، وما هو تعليقك الآن حول هذه الملحمة التاريخية وهذا النضال الذي والتضحيات التي قدمت من أجل أن ننتصر؟ السلام عليكم أستاذي أحمد. عليكم السلام، أهلا بك. إن شاء الله ربي ينصر جيشنا بقيادة الحكيمة بقيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر. نعم. ونحن معاه قلبا وقائبا، ونتمنى من القبائل الليبية عامة أن نكون مع الجيش يد واحدة عشان ننتصروا على أعدائنا. نعم. ألو أستاذي أحمد. نعم، في الاستماع إليك إذا عندك إضافة مريم تفضل. ونتمنى من القبائل الليبية ككل في الشرق وفي الغرب، نتمنى من نكون يد واحدة مع قيادتنا الحكيمة ومن أجل شهدائنا اللي ماتوا من أجل ليبيا. اللهم أمين. طيب شكرا لك أو لك مريم. يعني الآن خلونا نشوفه محمود، نشوفه الفلاش، يعني خلينا نعلق عليه فقط هذه الصور نتذكروها جميعا. المظاهرات اللي خرجت في بداية مدينة بنغازي، في بداية مطالبات الجيش من الشعب الليبي أو أهالي المدينة لأن تكون ليبيا دولة. حنشوفه شوية أخرى المظاهرات. نعم جاهز. طيب يعني خلينا نعلق عليه بس يا محمود، ممكن تظهر لي. نعم، هذه المظاهرات الآن شفناها، هذه كانت في 2012 و2013
وكانت هذه المظاهرات تقارع آلة الحرب والإرهاب. استجابت إذن القيادات الجيش، قائد الجيش الآن المشير خليفة حفتر استجاب لمطالب الشعب، خرجت مظاهرات مماثلة في طرابلس أيضا مطالبة بأن الكرامة ومطالبة بأن تكون ليبيا لديها جيش وشرطة أو لها جيش وشرطة، وهذه المظاهرات كانت ضد أنصار الشريعة كانوا موجودين. الآن أصبح بالفعل لدينا جيش وأصبح لنا قيادات تحترم من العالم أجمع ولها ثقلها. الجيش اليوم قدم التضحيات وبالفعل أصبح لنا جيش. اليوم يمكن القول بأن ليبيا، ليس يمكن، نستطيع أن نقول بأن ليبيا أصبح لها جيش وقيادات، ودماء الشهداء لم تذهب هدر أو لم تذهب هباء، بل بالفعل هذا المشروع تحقق والمسار مازال طويل، الطريق مازالت طويلة لأن يتحقق كامل المشهد وكامل الصورة، وأن لا نرى وجود لراية الإرهاب والتطرف، وأن لا نرى راية الميليشيات وجود، لا شريخان ولا حنكورة ولا غيره من هذه المسميات، بل قيادات وكتائب أمنية وألوية وجحافل تحت أمرة قيادة واحدة تلبي النداء الوطن وتحمي الحدود وتذود عن الثروات، ثروات الشعب الليبي والأجيال القادمة. هذا الجيش استعاد إذن السيادة واستطاع بالبرق الخاطف والساحق أن يسحق الميليشيات وأن يسترجع ثروات الوطن في الهلال النفطي. والآن بالفعل تحققت العديد من المطالب التي يطالب بها الشعب، وأصبح لنا جيش يعني بالتضحيات وبإرادة الله سبحانه وتعالى الذي نحمده في كل وقت وحين عن هذه النعمة اللي أخيرا وصلنا إليها. عبد السلام من زليتن، ما هو تعليقك حول المكاسب الوطنية التي تحققت بعد معركة الكرم؟ عبد السلام من زليتن، تعليقك عن المكاسب الوطنية التي تحققت بعد معركة الكرامة التاريخية. السلام عليكم. وعليكم السلام. احنا مدينة زليتن. نعم اهلا بك. السلام من زليتن. نعم. الحمد لله رب العالمين. الو. نعم اسمعني، سمعت التليفون. ينصر خليفه حفتر ويطول عمره، وان شاء الله كل عام وانتم بخير بمناسبه عياد الكرامه، وان شاء الله ربي يهنينا نعم، وان شاء الله العقبه لينا حتى احنا هناي، وان شاء الله يوم الرخاء، وان شاء الله الامور تبدا ماشية، وان شاء الله ربي يهني ليبيا يا وان شاء الله العقبه لينا كلنا بالكامل ان شاء الله. نعم اللهم امين، اللهم امين، ودعوتك بإذن الله مستجابة. أخ عبد السلام صالح العرفي يحيي الجيش عبر الفيسبوك أونلاين، الآن نقاش مفتوح. هوارا يقول يعني يوم مشهود له، أيضا غروب تدعو النصر إلى الجيش الليبي العظيم، يا ربي تمم على 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 الخير ودعانا معاكم، اشكرك. علي ايضا طيب، عبد المعطي يبارك لتريس الوطن والوطنيين ويدعو بحفظ الجيش الليبي ويثبت اقدامه. ايضا يعني هذه رساله اخرى من احد، من واضح انه هو من المناصرين للميليشيات، طبعا اسلوب معروف. اشكرك على كل حال، وان شاء الله يعني لا نشهد لوجود هذه العقليه وهذا التفكير اي وجود في ليبيا، لاننا لا نسعى، وما فيش ليبي حر على ارض ليبيا لا يريد ان تكون هناك، لا يريد للجيش ان يحمي الوطن. ما فيش ليبي حر على ارض ليبيا يريد او يناصر دوله الميليشيات. ما فيش ليبي لا يدعو للاستقرار للوطن والوطن وأن تكون ليبيا دولة ذات سيادة. هؤلاء المعلقين وهم مغردين خارج السرب وخارج الإجماع الوطني بشكل عام، ستكون الانتصارات الوطنية خير رد عليكم. وليس يعني يقول بأن الجيش هو طوق النجاة ويدعو الرحمة للشهداء والشفاء الجرحى. يوسف أيضا
الذي تحقق بعد الكرامة شيء واحد هو وجود راية غير راية الوطن ترفرف فوق البلاد. أولاد البلاد أنا يقول أنا من بنغازي. على كل حال أنتقل إلى عبد المنعم من المرجة. أهلا بك عبد المنعم، ما هو تعليقك حول ما يعني ما يتعلق بهذه الملحمة التاريخية منذ البداية وحتى هذا التاريخ؟ كيف هو كيف تسجل ذاكرة الوطن هذه الملاحم من وجهة نظرك؟ والله أول حد نحب نهني فيك على الاتصالات. نعم. ألو. نعم نعم نسمع فيك يا عبد المنعم، تفضل. نحب نهني فيك على الانتصارات. عبد المنعم إدارة خدمات صحية المرج والمراكز الصحية التابعة لها، استبنوا بالقوات المسلحة ورئيس الأركان والعامة لجيش الليبي بمناسبة انتصاراتهم الذكرى الثالثة لثورة الكرامة، وللوزير الشكر والتقدير لكل قوات المسلحة العربية الليبية. نعم. طيب شكرا. رمزي من البياضة. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. نترحم على روح الشهداء. نعم. كرامة. وإن شاء الله ربي يتقبلهم برحمته، وإن شاء الله بعون الله الفرح والنصر ما يتم إلا بتحرير ليبيا بالكامل بعون الله. نعم. بارك الله فيك يا أستاذ أحمد، إن شاء الله ربي يفر جيش إن شاء الله يا رب. نعم. اللهم أمين. شكرا رمزي من البيضة. إذن أو من البيضة. إذن بشكل عام هي ملحمة تاريخية يعني قدمت فيها التضحيات، ويجب أن نحيي هذه التضحيات ونستذكرها بكل خير، وأن يكون لليبيا بإذن الله جيش وأن تستقر الأوضاع من بعد هذه المعارك ومن بعد هذه التضحيات. حان للوقت لأن نعيش بكرامة وأن نحيا على هذه الأرض الطيبة، وأن يعني نمجد التضحيات وأن نطوي صفحة الآلام ونفتح صفحة أخرى من مليئة بالفرح والأمل. سعد من بغازي أختم معك، وما هو تعليقك الآن ونحن يعني في هذه الأوقات نتذكر ونتذكر كويس كيف كان الوضع في بنغازي وكيف أصبح الآن، ويعني الآن نحيي هذه الذكرى الثالثة لانطلاق معركة الكرامة التاريخية؟ كانت ذكرى عظيمة، ذكرى عظيمة شيء، ذكرى عظيمة. نعم. وفرحانين وجيش انتصر. اللهم جيش انتصر. نعم. حاليا في بنغازي اللهم لك الحمد يا رب، ما زال نشوف الصابري، وان شاء الله باذن الله تعالى حيتم انهائها باذن الله تعالى. نعم. لكن نبغى منك خدمه، الله يبارك فيك، جيب لنا المقاطع ما قبل الكرامه، الناس كانت تطلع مظاهرك قبل الكرامه قدمت بس جبناها، هذا اللي يستحق انهم يطلعوا في الشاشه في قريب. جبناها يا سعد، طلعني يا محمود في هذه الحلقه موجوده. نعم. قبل الكرامه مظاهره انقاذ بنغازي موجوده. اسمعني لو سمحت موجوده. أن هذه قبل الكرامه تطلع، انت قلت لي قبل الكرامه، هم اللي يطلع المفروض الحق انهم يطلعوا، اما بعد الكرامه ما طلعهم سنه هم، لكن اطلعوا قبل الكرامه ايام الدواعش. نعم نعم نعم. هم اللي يطلعوا صح، انهم قالوا رجاله بلا، عودوا لهم يا شباب، عودوا المقطع. تحياتي. سعد اذا كان قدامك تلفزيون تفرج على هذه المقاطع. نحن ما نظلموش حق حد، وقلنا هي هذه مظاهرات كانت مظاهره انقاذ بنغازي، وانت قلت ان ما بعد الكرامه اللي خرجوا ما بعد، لا لا, لا, لا هي ملحمة تاريخية حتى هذا التاريخ اللي بيطلع في كل المدينة وفي كل منطقة في الجنوب والشرق والغرب، نحن يعني فرحين به، والباب المعركة الكرامة أو باب مؤسسة الجيش هو مفتوح للجميع، سواء كان للتجنيد أو يعني التضامن وللمساندة من الجميع. معركة الكرامة كيف ما قلنا هي معركة جاءت بعد مطالبة شعبية كبيرة، وبعد مناشدة، وبعد مظاهرات خرجت في بنغازي قدام تبسي كيف ما قال سعد، وفي ميدان الشهداء في مساحة الكيش وغير مواقع ميدان الشهداء في طرابلس، وخرجت وبعد معاناة وبعد سلسلة من الاغتيالات، مسلسل الاغتيالات الدامي، وبعد أن كانت راية الإرهاب والتطرف ترفرف فوق الأبنية في مدينة بنغازي، وبعد ما دمروا كل شيء في هذه المدينة سواء كان محاكم، مراكز للشرطة وغيره من المواقع الأمنية في المدينة ومديرية الأمن وغيره. هذه المعركة هي معركة تاريخية وتسلسل زمني للأحداث، وهي ملحمة تاريخية بكل حق.
معركة استطاع الجيش فيها أن ينتصر وبإرادة الشعب. أشكركم مشاهدينا، وما زلنا يعني مواكبين لملاحم المجد والانتصار لهذا الجيش وأحياء للذكرى الثالثة للكرامة. هذه المعركة التاريخية تفصلنا ساعات قليلة، وقت بإذن الله سنكون في بث حي ومباشر للحدث التاريخي الذي سيشهده الجميع، حدث تخريج دفعات جديدة للجيش الوطني المنتصر. تقبلوا تحية، إلى اللقاء.